طب انت كنت عايز تخش كليه ايه؟ انا كنت عايز اخش حقوق. حقوق؟ انا خريج حقوق على فكره، ممكن اعلمك. ان انا اصل انا بحب الشغلانه قوي. كنت هتبقى محامي يا بيو؟ كنت. انا اعتقد ان انا كنت هبقى محامي شاطر. اخويا زي بالظبط، اصغر مني، محامي شاطر اصغر مني هو بخمس ست سنين، طالع محامي شاطر. مين شبهك في اخواتك او اقرب حد؟ هو الزفت ده. ده في ناس كتير قوي بتشوفه على القهوه والكلام ده بتفتكره ان هو انا، بس هو خاسس عني كتير. شبهي جدا. ما حدش فيهم فكر يمثل او يقول لك هو الواد ده برضه كان بيمثل برضه؟ وكان في الفرقه، وكان هو دفعه ياسر الطبجي. انا ياسر الطبجي تعرفه من سليمان اخويا، يعني كان بيجي لنا البيت والكلام ده بتاعه، شله كتيره بتاعته. وما عملش حاجه او ما ظهرش؟ لا ما كملش بقى. هو انا مش عايزه. لا مره كنت بعمل ادم وجميله مع احمد سمير فرج. وبعدين قال لي بيومي انا عاوز حد اصغر منك 15 سنه شبهك. قلت له في حد اصغر مني 8 سنين او 7 سنين شبهي بالظبط؟ قال لي مين؟ قلت له اخويا. قال لي ممثل؟ قلت له ممثل شاطر. قال لي عايزه في مشهد. بعت لي على الواتساب، قال لي كوبي بيست. قال لي ايه الحلاوه دي؟ وهو اصله تينك قوي الزفت اخويا ده. هيبعتوا لي عربيه ولا لا؟ انا مش عايز حد فلوس، ما تبهدلش، ما مش عارف ايه، ما يوقفونيش. قلت له يا ابني انت فاكر اخوك بيتهان هناك؟ يا عم لا مش هيعملوا معاك الكلام ده وبتاع. يعني هو معتقد بقى ان احنا بنروح اللي هو ايه اللي بيشوفه في البتاع، اللي هو بيركبوا لنا دقن وبيركبوا لنا شنطه خش حاجات بتاعت فاضي. وعمل الدور، عمل الدور، واحمد سمير خرج اتبسط منه. طب ما ساعدتوش يكمل؟ بتفكر فكره البطوله المطلقه دي او شغلك؟ ربنا يكفينا الشر. ليه كده؟ لا انا حلو كده قوي. بس انت عملتها في كابتن انوش، يعني كابتن انوش ده مسلسلك ونجح وتعمل منه جزء تاني وعمل مشاهدات واتذاع على قناه كبيره زي ام بي سي مصر. ايه؟ والله العظيم اقسم بالله العظيم انا بخش اصور المسلسل وما افتكروش. والله مش بس ما افتكروش، انا مش واخد بالي ان انا بطله. صحيح انا يقول لك انت بتستعبط، انت اسمك انوش والمسلسل اسمه كابتن انوش، وهو الشخصيه المحوريه اللي في المسلسل. انا اللي بيطمني ان معايا نجوم مصر من الكوميديانات، سلام وثروت ومصطفى ابو سريع وياسر الطبقي، لدرجه ان انا في مره بنعمل مشهد كده معتز الزيتوني ميعادنا على ترابيزه السفره وكل الممثلين قاعدين على البتاع. فبصيت كده وقلت ايه ده؟ ده المسلسلات الثانيه واقفه. لا ده مفيش كوميديان على مكتبه. دي حقيقه. وانت كان معاك منتخب مصر الكوميدي؟ ده ايه ده؟ للكوميديانات، ولو كل واحد مننا بس قال هسه مش هيخلص عيني معتز الزيتوني في الـ في الـ في الموضوع. فانا ما بعتبرش ان دي بطوله مطلقه، انا بعتبر دي بطوله جماعي، انا بعتبرها كده خلاص. البطوله المطلقه احنا شفناها، انت تعلمها وانا اعلمها. عارف بطل؟ عارفها اللي بيروح وشويه حاجات اللي جنبه.